السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم بانكيك بس جاهز زي هيك، وإن شاء الله بعملكم إياه بطريقتي. بس أنا حبيت اللي يعني اللي حابب يجيب جاهز مو مشكلة، كتير زاكي 465 وبده تقريبا مي 465 مي، وهو 360 ما بنحط عليه أي إشي، بس بنحطه بالبولة وبنحط عليه المي. بدي أدير المي شوي شوي، يعني لو إنهم حاطين هم المقدار، بس بضل أفضل إني ما أحطها مرة واحدة. فبدي أحرك لحد ما يصير عندي متجانس. وهيك العجينة بتكون جاهزة، زي هيك بدنا القوام تبعها. ومسخنة طبعا أنا المقلة وحطيت عليه زبدة دهنته. طبعا لازم كل ما اعمل وحدة ادهنها بزبدة عشان ما تلزق معي. خليني افرجيكم كيف ان شاء الله بدنا نبدا. وهي المقلة هيك دهنته شوية زبدة. بدي اخذ تقريبا ملوت مغرفة زي هيك واديرها. استنى عليها بس تستوي من تحت عشان اقلبها. هيك بدنا نشوفها كيف استوت من تحت. نقلبها على الجهة الثانية، نستنى الجهة الثانية برضو خليها تصير نفس اللون. هيك الجهة الثانية كانت صارت جاهزة زي ما انتم شايفين. بنعمل كمان واحدة بس لازم نمسح المقلة نتفة زبدة. نقلبها على الجهة الثانية. أكلة سهلة للفطور ومفيدة للصغار، بحبوها. إن شاء الله الطريقة بتعجبكم. إن شاء الله بدي أعملكم إياها، أكون أنا إن شاء الله اللي عاملة الخلطة بفيديو تاني. وجربوها برضو، هاي كتير زاكية وإن شاء الله بتعجبكم ويعطيكم العافية.